دلوقتي هنتكلم عن تسجيل الادويه البشريه وايه قرارات المنظمه لتسجيل الادويه البشريه. انا عندي قرار رقم 425 وعندي قرار رقم 645، ده قرار وزاري. يعني ايه بيريفير لايه القرار ده؟ ده قرار الوزير في سنه 2015 قرار رقم 102. المهم في السنه دي طلع 425 تمام، والاحدث منه 645. هنقول ايه الفرق بين القرارين؟ هما كاجراءات تسجيل الاثنين زي بعض كوبي بيست، لكن بيختلفوا في ايه؟ بيختلفوا ان قرار 645 هو قرار لفتح البوكسات، بس فتح البوكسات كده على العموم لا، ده فتح البوكسات بشروط وفيز عاليه باسعار عاليه. يعني مثلا 425 هيكلف الشركه 15000 جنيه استلام بوكس ويكلفها 5000 تسعيره، لا 645 مش كده، 645 طبقا للحاله، في الحاله الاولى وفي الحاله الثانيه معاك خمس حالات. الحاله الاولى دي 100000 تدفع 40000 جنيه في الاول و10 والحاله الاولى بتدفع 50000 جنيه في الاول و50000 جنيه عند استلام الاخطار. اما الاربع حالات الاخرى انت بتدفع 40000 جنيه في الاول و10000 عند استلام الاخطار. يبقى ده اول فرق بين القرارين، ده رخيص ده غالي، ده ب 20 ده في منه ب 100 وفي منه ب 50. ده اول ايه؟ يبقى 425 ميزه انه رخيص. طيب الفرق الثاني ان انت في 425 عشان تعمل التشغيله التجريبيه انت بتعمل تشغيله واحده بس، انما في 645 لا هتعمل ثلاثه، وفي كل الاحوال التشغيلات دي كلها بتترمي. يعني انت هتجيب خامات وتعمل التشغيلات و و و وتحلل وتعمل ثبات وتكافئ حيوى على التشغيلات اللي انت انتجتها، بس في الاخر كل الكلام ده هيترمي مش هينزل السوق. خلاص؟ فده من عيوب الاثنين عيوب. خلاص ولكن ميزه في 425 انت بتعمل تشغيله واحده، وعيب في 645 ان انت بتعمل ثلاث تشغيلات. ف 645 هو مكلف كاتعاب للوزاره، مكلف كاتعاب بايلوت باتش. مش كده بس، انت الخامه نوع الخامه اللي بتجيبها في 425 دي خامه عاديه وبالتالي خامه رخيصه، انما في 645 انت بتجيب خامه بمواصفات اسمها سي تي دي، سي تي دي كومن تكنيكال دوكيمنت، فدي خامه هاي جريد درجه عاليه جدا، فخامه غاليه جدا، فهي مكلفه في 645 وده عيب 645، انما في 425 فهو ايه؟ فهو ميزه. ايه الفروق الثانيه؟ من احد مميزات 425 ان انت كشركه انت بتتنافس، يعني ال 2000 شركه مثلا بيتنافسوا على 12 مكان. يعني انا عندي لو باراسيتامول انت اول 12 شركه بيقدموا عليه ياخدوا رقم الشركه رقم 13 نقول لها اسف البوكس اتقفل. خلاص؟ فال 12 الاوائل هم اللي بياخدوا البوكس. فال 12 الاوائل دول هم اللي بيفضلوا يتنافسوا فيما بينهم في جمهوريه مصر العربيه على ال 100 مليون مواطن في الدوله، يعني الدوله هيبقى ليه 11 كومبيتيتور في 425. خلاص؟ فدي ميزه للايه؟ لل 12 شركه لان لوحدهم مفيش منافسين كتير، انما في 645 البوكس بيتفتح فممكن يبقى ليك 20 30 منافس، فده بياكل من ايه؟ من تورتتك. فده عيب في 645 ولكن ميزه في 425. ولكن في ميزه في 645 مهمه جدا، وان البوكسات دي اساسا كانت مقفوله في وشك كشركه واتفتحت لك. ففتح البوكس مجرد فتح البوكس هو ميزه في 645. خلاص؟ انما 425 مش اي شركه هتلاقي بوكس 425، انت عندك 2000 شركه منهم 8 مصانع بس اللي هياخدوا المستحضر، والشركتين تول اللي هياخدوا نفس المستحضر. يعني تخيل لو عندك 1500 شركه تول وعايزين مثلا باراسيتامول، الشركه رقم 1 ثم الشركه رقم 2 هتاخد الباراسيتامول والشركه رقم 3 هنقول لها ايه؟ باي باي. طب افرض في 1400 شركه قدموا على الباراسيتامول بعد كده هنقول لهم باي باي، البوكس مقفول. خلاص؟ فمش اي حد ياخد 425، فاللي يجي له بوكس 425 طبعا ده يبقى حاجه جامده جدا. خلاص؟ في ميزه ثانيه في 645 ومش موجوده في 425، ايه هي؟ ان السعر الجبري بتاع المستحضر بيكون عالي جدا. يعني انت لو الحاله الاولى اللي هي الادويه الناقصه اللي بينزل بيها لسه كل 3 شهور من الهيئه العليا للدواء، بتنزل لك قائمه تقول لك دي النواقص اللي عندي وانا عايزك ايه؟ فتحت بوكساتها وسجلها لي، بس بشرط انك بعد ما تاخد الاختار في خلال مثلا في خلال 24 شهر او 30 شهر من صدور الاختار لازم تنتجل وتنزل السوق. بيديك شرط عشان ايه؟ هو بيسعى لتوفير النواقص في مقابل انه بيفتح لك البوكس وفي مقابل انه بياخد منك فلوس كتير. خلاص؟ وميزه في 645 انه بيجري لك التسجيل فاست تراك وبيطلع لك التسعيره بسرعه جدا، وده عيب في 425 ان التسعيره بتغيب، ممكن تغيب السنتين والثلاثه. والتسعيره في 425 ملهاش قانون، عباره عن ايه؟ اخذ وعطاء.
زي ما بتكون بتبيع طماطم، الكيلو بكام؟ الكيلو بخمسه، لا اخده باربعه، لا اخده بثلاثه، وهكذا. انما 645 في قانون، القانون ايه؟ ان انا لو الدواء بتاعي حاله اولى نواقص يبقى معروف ان اعلى سعر جينيريك مثيل متداول هاخده، مش انوفيتور. يعني مثلا عندي الفياجرا ده الانوفيتور، القرص ب 10 جنيه، جه تاني قرص اللي هو اعلى سعر بعديها ب 8 جنيه، خلاص انا هاخد 8 جنيه. خلاص؟ طب في اقراص ثانيه ب 2 جنيه و 3 جنيه و 4 جنيه، ماليش دعوه، 645 هتاخد ال 8 جنيه. فدي ميزه في 645، بيديك اعلى سعر، تمام؟ دي طبقا للحاله الاولى. بقيه الحالات هتاخد 65% من الانوفيتور. يعني لو انت مثلا عايز تسجل فياجرا طبقا للحاله الثانيه او الثالثه او الرابعه او الخامسه مثلا، هتاخد السرجر بتاع كام؟ 6 جنيه ونص لو الفياجرا ب 10 جنيه. النكزيا مثلا لو ب 100 جنيه بتاخد 65 جنيه، 65% من الانوفيتور. خلاص؟ يعني ايه انوفيتور؟ يعني ايه مثيل؟ المثيل ده اللي هو ايه؟ اللي هو مثيل للاصيل، مثيل للانوفيتور. يبقى الانوفيتور زي الفياجرا، الانوفيتور زي النيكزيوم، وهكذا. ده اسمه انوفيتور، انما مثيل اللي هو الجينيريك. خلاص؟ فالحاله الاولى ناقص باخد اعلى سعر مثيل متداول. خلي بالك يعني ايه متداول؟ يعني يكون في السوق. طب لو مش في السوق ومتسعر لما تاخدوش. خلاص؟ ده تبقى للحاله الاولى، اعلى مثيل متداول تبقى للحاله الاولى، لازم يكون متداول في السوق. بنبه عليك. احنا قلنا ان من اهم مميزات 645 انه بيفتح لك البوكسات، انه بيديك سعر عالي، انه بيسرع لك التسجيل. وفي ميزه مهمه جدا 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 في 645، ان البوكسات مهما سجلت عدد من البوكسات فانت انليمتد بوكسز. يعني ايه؟ انا سجلت 20 مستحضر، 30 مستحضر، 40 مستحضر، 50 مستحضر، ما بيتحسبوش على كارت التول، لان انت عارف ان كل كارت التول ليه 20 مستحضر فقط. بس 20 مستحضر ايه؟ 425 و296 والقرارات الايه؟ الوزاريه القديمه. فانت ليك 20 فقط، 425 او 296. انما لو بتسجل 645 فانت سجل براحتك. فدي ميزه جباره، ودي من اهم الميزات في 645. يعني البوكسات والادويه اللي بتسجلها طبقا ل 645 مش بتتحسب على الكارت من ضمن ال 20 مستحضر. يعني كانك عملت 3 4 كروت. فدي ميزه جباره، تمام؟ في ميزه ثانيه اللي هي الحاله الخامسه، الحاله الخامسه من قرار 645، ميزه برضو جباره جدا، ان الوزاره بتديك الحق انك تسجل اي مستحضر تحلم بيه في حياتك. يعني ايه ده؟ وانا ممكن اسجل اوجمانتين حاجه زيه؟ ممكن اسجل حاجه زي السيفو تاكسين؟ بس بشرط، الموضوع مش مفتوح على العموم، ده ليك بوكس كل 6 شهور. ادي اول شرط. ثاني شرط، لازم تصدر لي ربع الانتاج. الحكومة أو الهيئة العليا للدواء بتجبرك إن أنت تصدر ربع إنتاجك. ليه؟ عايز تدخل دولارات لمصر؟ ما هو مش هتفتح لك بوكس كده عمال على بطال. لا، تصدر له، فبتشجع عملية التصدير. خلاص؟ هما دول أهم شرطين في الحالة الخامسة اللي هي الخاصة بتصدير ربع الإنتاج. فده ميزة جامدة جدا. واللي هيستفيد منها مين؟ الناس اللي هما بيعرفوا يصدروا كويس أوي. طيب نيجي بقى لخطوات التسجيل عشان الناس تعرف يعني انا هعمل ايه. اول حاجه بندفع 1000 جنيه استعلام بوكس. يعني ايه استعلام بوكس؟ يعني حتى لو البوكس مفتوح لازم اقدم للاداره اقول لها انا عايز اسجل البوكس الفلاني، ده اسمه استعلام بوكس. في 425 بيرد عليك البوكس مقفول او مفتوح. في 645 طبعا هيقول لك مفتوح، لان انت بترمي على حاجه انت عارف انها مفتوحه. دفعنا ال 1000 جنيه وجالنا قرار وطلع البوكس الحمد لله مفتوح. لازم في خلال 30 يوم عمل اقدم اسماء ويقظه وتسعيره، ده اللي هو المسؤول عن التسجيل بيقدمه، اللي هو زي حالتنا مثلا. قدمنا قائمه الاسماء، قدمنا الفارماكوفيجنس، قدمنا التسعيره في خلال 30 يوم عمل. بعد كده من حقك تستورد الخامه، والخامه بيتم استيرادها بدون موافقات استيراديه. ده قرار جديد نازل من حوالي شهرين. استوردنا الخامه، اروح للمصنع اشوف المصنع المناسب اللي هينتج لي التشغيلات التجريبيه اللي هي في الاخر هتترمي ومش هتنزل السوق. انتجت التشغيلات التجريبيه، بعمل عليها ايه؟ الدراسات الاتيه، بعمل عليها، بحللها في معامل الهيئه القوميه للرقابه البحوث الدوائيه النوتكر تبع الهيئه العليا للدواء. بعمل عليها دراسه ثبات معجله 6 شهور، تمام؟ استنى 6 شهور. لو المستحضر بتاعي اقراص او كبسول بعمل عليه تكافؤ حيوي. طب المستحضر بتاعي لو حقن ملوش تكافؤ حيوي. طب المستحضر بتاعي لو كريمات ملوش تكافؤ حيوي. طب المستحضر بتاعي لو شراب ودايم محلول ملوش تكافؤ حيوي. طيب لو هو ايه باودر في ميه وما بيدوبش يبقى هيتعمل له تكافؤ حيوي. وفي حاجات زي الاوجمانتين ما بتعملهاش تكافؤ حيوي على فكره، والليفوفلوكسازين برده ما بتعمل، يعني في استثناءات، والليفوفلوكسازين ما بتعملوش تكافؤ حيوي، وهكذا. بعمل الثبات وبحلل في المعامل وبعمل دراسه تكافؤ الحيوي. خدت الموافقات دي كلها بقى معايا، حللت في المعامل وخدت مطابقه،
عملت ثبات 6 شهور بتوجه الى اداره الثبات، بقدم دراسه الثبات بتاعتي، خدت موافقه الثبات 6 شهور مؤجله، عملت التكافؤ بتاعتي التكافؤ الحيوي، قدمت لاداره التكافؤ الحيوي في الاداره في الهيئه العليا للدواء، خدت موافقه التكافؤ الحيوي، اخد الثلاث موافقات دول، هيكون طلع لي موافقه اليقظه، موافقه الاسماء، موافقه التسعيره، تمام اللي انا قدمتهم في الاول خالص، اخد الست موافقات دول واقدم الهارد فايل للاداره واخد اختار التسجيل. خدت اختار التسجيل، بعد كده انتج بقى، انتج ثلاث تشغيلات وهتحلل على الثلاث تشغيلات اللي بينتجوا في المعامل، ودول بقى اللي هينزلوا السوق، وتعمل عليهم دراسه ثبات معجله 6 شهور برضو، واللونج تيرم اللي هي دراسه ثبات طويله المدى سنتين بقى 3 سنين حسب الشيلف لايف اللي هيكون المستحضر فيه سليم طول هذه الفتره. كده انا قلت سريعا خطوات التسجيل والفرو بين 645 و425. شكرا لحضراتكم.